اهم الاخبار اللي حصلت امبارح. رئيس السيسي والاجتماع في العالمين الجديده لاستعراض مخطط تنميه القطاع الشمالي الغربي. ايضا تهنئه القوات المسلحه لرئيس الجمهوريه بمناسبه الاحتفال بذكرى ثوره 23 يوليو. كمان معانا اخبار تانيه يا جمانه. صحيح يا حسام، اكيد. والنهارده كمان وزير الداخليه بيهنئ رئيس السيسي بذكرى 23 يوليو، وقطاع السجون يفرج عن 2075 من نزلاء، طبعا نزيل من نزلاء السجون بمناسبه عيد الاضحى وذكرى ثوره 23 يوليو. اخبار تانيه كتير، لكن بدايه معاك يا حسام. اول الاخبار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان امبارح في اجتماع بمقر رئاسة الجمهورية في مدينة العالمين الجديدة، وتابع فيه المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي امتدادا من الأسكندرية ولحد مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح. المخطط بيستهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، ومقدمة المشروعات دي مشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل الدلتا الجديدة، وكمان مشروع محطة الضبعة النووية ومطار العالمين الدولي ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة لحد محافظة مطروح. كمان وجه الرئيس بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العالمين الجديدة. أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مالك الملك بمدينة العالمين الجديد. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع عقب صلاة العيد الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بمدينة الفنون في مدينة العالمين الجديدة. رحب بتخطيط من مسجد مالك الملك في مدينة الفنون. مدينة الفنون في قطاع الطريق الساحلي اسكندرية وصول على مسافة 62 فدان أو 69 مبنى في المحطة بتاع مدينة الفنون. مسجد مالك الملك سعة 1000 مصنف اللي احنا بنشرف افتتاحه النهارده جنب المنطقة التجارية، ودي إن شاء الله في 30/9 هيكون تم الانتهاء منها. مبنى الخدمات ومبنى إدارة المدينة، ودي منطقة الشرع الفندقية، الكنيسة، وإن شاء الله تقام الشعائر الكنسية في 7 يناير في هذه الكنيسة، في مباني منطقة المهارات والأوبرا والمكتبة والمتحف والحديقة المتحفية، منطقة المعارض والمسرح الروماني ومجمع السينمات، إن شاء الله في 30/9 هيكون تم الإنتهاء منها بالساحة الرئيسية للمدخل. ودي المنطقة القديمة على الطراز الروماني، إن شاء الله دي جزء مهم من مدينة العالمين الجديدة. وهنا الرسالة اللي بتقدم أن مدينة العالمين ليست مدينة مصيفية، هي مدينة للإقامة لاجتذاب زيادات سكانية في الوادي والدلتا، خاصة من منطقة غرب الدلتا، وبالتالي فيها مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة، وإحنا واقفين قدام واحد من أهم الأنشطة اللي هتكون موجودة في المدينة وهي مدينة الفنون. أي ورد شكرية صحة ألف مبروك وصول طيب. أيضا شكرا. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العالمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والسادة وزراء الداخلية والكهرباء والأوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران المدني.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتدادا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية، وربط تلك المشروعات ببعضها البعض شبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة. وفي مقدمة تلك المشروعات المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل الدلتا الجديدة، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبعة بواقع 1,000,000 فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية. وهو المشروع الذي يضم في نطاقه عدة مشروعات للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع مستقبل مصر. كما يضم القطاع الغربي كذلك مشروع محطة الضبعة النووية ومطار العلمين الدولي ومدينة رأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح. ومن ضمن المشروعات الأساسية أيضا لتنمية القطاع الغربي مدينة العلمين الجديدة بمساحة 50,000 فدان بمناطقها السكنية المختلفة وسلسلة الأبراج ومدينة الفنون والثقافة وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية البحرية للعلوم والممشى السياحي على الكورنيش بطول 14 كيلومترا والمنطقة المركزية، وهي المدينة المنتظر استيعابها لحوالي 2,000,000 نسمة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بضم مجتمع مدينة مارينا إلى نطاق مدينة العلمين الجديدة. كما اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي ومحاور الربط ما بين تلك المشروعات، وكذلك مع سائر محافظات الجمهورية بما في ذلك تطوير طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ومحور التعمير والطريق الدولي الساحلي وطريق وادي النطرون للعلمين. وقد وجه السيد الرئيس بأن تتم عملية تطوير تلك المحاور والطرق بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية وإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود لخدمة المواطنين والاستيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلا نظرا للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة، ولتتكامل مع الشبكة القومية الحديثة للطرق ووسائل النقل المختلفة على مستوى الجمهورية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على عدد من المشروعات التنموية في نطاق محافظة الإسكندرية، خاصة تلك المتعلقة بتطوير استغلال الأراضي. وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بحوكمة وتحديد جهة ولاية الأراضي جنوب منطقة المنتزه للحفاظ عليها من أي تعديات. كما تابع السيد الموقف التنفيذي الخاص بتطوير وتحديث المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية فضلا عن تبطينها ورفع كفاءتها. كما تابع السيد الرئيس كذلك سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية وفي نطاق اختصاص السادة القادة والوزراء من الحضور، مشددا سيادته على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ وفق أرقى المعايير والجودة الإنشائية.